يقول أنا إنسان نظري ضعيف والحمد لله، أصلي الفروض جميعها، وأريد أن أسأل عن ثلث الليل، متى يبدأ جزاكم الله عني خيرا؟ ثلث الليل يختلف باختلاف طول الليل وقصره، فعليك أن تعرف مقدار ما يكون بين غروب الشمس وطلوع الفجر من الساعات، تقسمه على ثلاثة أقسام، ويكون القسم الأخير الذي يلي الفجر هو ثلث الليل الآخر، وهذا يختلف باختلاف الفصول كما ذكرنا من طول الليل وقصره بالساعات. نعم.